كتعاني من تبول لا ارادي سواء عندك او عند الاطفال ديالك، فك حرق البول. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غتنظف لك الرحم، غتعالج لك مشكله سيلان المهبل. الى عندك حتى رائحه كريهه وافرازات البيضاء والصفراء والحكه، وصفه طبيعيه 100%، ما غنقولش لك داومي عليها، وانما غديريها مره واحده فقط وغتهني من جميع المشاكل. خليكي معايا ومرحبا بك عندي. اهلا الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في اتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. وصفه ديال اليوم وصفه طبيعيه كانوا كيديروها الناس ديال زمان، وصفه رائعه بمكونات طبيعيه 100%، غتهنيك من مشكله التبول لا ارادي سواء عندك او لا عند الاطفال ديالك، وفي نفس الوقت كتنظف الرحم ديال المراه، كتنظفها خصوصا ملي كتسالي منك الدوره الشهريه. ديري هذه الوصفه ولو غير مره واحده في الشهر، كتهني من جميع المشاكل سيلان المهبل، الافرازات البيضاء والصفراء، ولا عندك حتى الحكه والرائحه الكريهه ما كتخليهاش نهائيا، وكتعالجك مشكله حرق البول والتبول لا ارادي. وصفه طبيعيه 100% كيديروها الناس ديال زمان. بلا ما نطول عليكم، ندوز المكونات الوصفه وطريقه التحضير. وما تنساونيش البنات، جيمو بارطاج الفيديو باش تعمل فائده، وخليكم معايا. بالنسبة للوصفة ديال اليوم غنحتاجو البصل الأحمر. أنا عندي بصلة كبيرة، خديت الربع ديالها. إلا عندكم بصلة متوسطة خدي غير النص، ولا عندك بصلة صغيرة خدي غير وحيدة تكون صغيرة. وإلا ما متوفرش عندك البصل الأحمر، ممكن ديري جوج بصلات يكونوا صغار بيضين، باش يلاه كتحصلي على نفس المفعول. المماغزلة ديالي غتاخدوها غتقشروها. البصلة راه كتعالج الالتهاب المسالك البولية، غنية بمضادات الأكسدة اللي كتحميك من سرطان الرحم، كتعالج التهاب المهبل، كتقضي على بزاف ديال البكتيريا، وعندها القدرة على هائلة في تطهير المهبل، وكتخلصك حتى من الرائحة الكريهة. صافي غتنقيها غتقشريها صافي، وغتاخدي واحد الحكاكة هذه اللي كنحكو فيها الثومه وكنحكو فيها الخضروات، وغتحكيها غتبشريها مزيان باش نحصلوا حنا على الماء ديال البصل، ومن الاحسن يكون البصل طري باش تكون عامره من الماء ديالها. صافي غتحكيها مزيان. الوصفه ديال اليوم راه ربي شاهد عليا، وصفه رائعه بامتياز، كنشارك معكم وصفات طبيعيه وغتعالج لكم التبول لا ارادي سواء عند الاطفال ديالك او لا عندك انتيا او لا عند الزوج ديالك او لا عند الام ديالك كبيره. كتعالج حرق البول، غادي تهني منه بصفه نهائيه، وما غنقولش لك داومي على الوصفه، ديريها مره واحده وغادي ترجعي عندي وترحمي ليا الوالدين. وصفه ناجحه 100%، كتنظف لك حتى الرحم. المماغزله ديالي من بعد ما حكينا البصله، غناخذ واحد المعلقه غنحطو في هذاك مبشور البصل، وغنضيفو ليها لافندر او الخزامه. كاينين جوج انواع ديال الخزامه، كاينه هذه ديال الوضوء، هذه الخزامه هذه، وكاينه الخزامه ديال الشريب. المماغزله ديالي انا غنوريكم الخزامه ديال الوضوء والخزامه ديال الشريب. هذه غنضيفو منها جوج معالق ديال الوضوء، راه عند العطار، وهذه كتقول لي الخزامه البيضاء، هذه هي ديال الشريب ماشي ديال الوضوء، باش تفرقوا البنات. كاين بنات كيسمعوا الخزامه وتيمشيو ياخذوا خزامه هذه ديال الوضوء كيشربوها، لا البنات، هذه ديال الوضوء استعمال خارجي وهذه الاستعمال الداخلي. وغنشارك معكم واحد المشروب في الاخر ديال الفيديو للاستعمال الداخلي. غتاخذي جوج معالق وغتضيفي عليهم ربع كاس ديال الماء، الماء صافي، وغتخلطي هكا المكونات كاملين في مقله، ما تكتريش الماء بزاف المهم، وغتحطيها تحت عافيه تكون متوسطه. بالنسبه للخزامه او اللافندر رائعه بزاف في تعقيم وتنظيف الرحم، الناس اللي عندهم حرق البول او المسالك البوليه زوينه ليهم. هانتوما جهدت البوطه في الاول، من بعد الغزلات ديالي راه غنقص البوطه، غنديرها غير ان فوا تبدا تغلى غنقصها تماما. وانا كتعجبني الخزامه او اللافندر، زوينه بزاف في تعطير المهبل، كتعطيك واحد الرائحه رائعه وما كتقضيش على البكتيريا النافعه في المنطقه ديال المهبل، رائعه بزاف بزاف. صافي هانتوما غتبقاو تحركوا حتى داك الماء ينشف تماما، كتبقى تقريبا غير واحد المعيله صغيره ديال الماء هي اللي كتبقى. صافي الغزالات ديالي ملي غنحيدوها من فوق البوطه وهي مازال سخونه، وغتحاولوا انكم هذه العمليه تسرعوها، غتاخذوا واحد الكويس وغديروا صفايه، غتحاولوا تزربوا في هذه العمليه هذه، وغتاخذوها وغتصفيوها وانتم كتعصروا، كتعصروا باش كتخرجوا دوك الفوائد اللي بقات لنا في الماء ديال الخزامه وفي البصل. ها انتم الطريقه راها واضحه وباينه، غير هي في هذه المرحله حاولوا تسرعوا
باش هكا ناخدو حنا الفوائد وهما مازال سخان، كيبقى عندنا واحد الخليط اللي متشبع او لا مركز مزيان من دوك الماء ديال البصل والخزامه. وهاد الوصفه هادي ديريها للزوج ديالك الا كان فيه حرق البول، او لا كان ضاربو البرد ديريها للاطفال ديالك الا كانوا عندهم بول لا ارادي في الليل هكا كيصبحوا مره مره هكا بيليل لك، او لا ما كيقدروش يحبسوا البوله، او لا عندك حرق البول، عندك سيده المهبل، عندك دوك الافرازات البيضين والصفراء، هذا رائع. صافي غناخذ واحد الفوطه صحيه. الا ما عندكمش فوطه صحيه بالنسبه للوليدات ديروا لهم ليكوش، بالنسبه للنساء خذي لي فوطه صحيه كتكون ديك البلاستيكه التحتانيه كتحميك انا يعني ما كيخرجش السائل على برا. ولا بغيتي ديري فوطه تكون نظيفه هكا معقمه مزيان ونظيفه ديريها. بالنسبه لي انا راه كندير هاد الفوطه الصحيه كندير في هذاك الخليط وهو مازال سخون كنخويه صافي، وكديريها راه الفيديو شارح نفسه، كديريها ليله كامله حتى كتبغي تنعسي، وكديري هاد الوصفه هادي وكديريها وكتمشي تنعسي، كتنقي لك الرحم بواحد الطريقه ما نعاودش لكم البنات، رائعه. وقلت لكم الوليدات ديروا ليهم ليكوش، ليكوش حتى هما الوليدات ديالكم ديروا الوصفه خويوها ليهم في ليكوش وديروها ليهم، راه ما غيبقاش نهائيا يجيهم حرق البول بصفه نهائيه. وبالنسبه للمشروب اللي غنشارك معكم اليوم الغزالات ديالي، غناخذوا اللافندر او الخزامه ديال التشريب، غناخذوا واحد الكويس وغنضيفوا ليه معلقه تكون كبيره. راه هاد الخزامه هذه ديال التشريب راه كطرد الغازات من الامعاء والكولون اللي كتسبب النفخه، كتساعد في تنشيط العضله ديال القلب، الكبد، الطحال، كطرد السموم من الجسم، كتنشط عمليه الكلي. زوينه انا كتعجبني هاد الخزامه هذه. ولا عندكم طونسيون الناس اللي عندهم الضغط ما يشربوهاش نهائيا. وبالنسبه لي انا راه كناخذها مره واحده في الشهر، يعني ملي كتسالي مني العاده الشهريه كندير هاد جوج وصفات هادو، كنقي من الداخل ومن برا، وكتبقى واحد الريحه رائعه. اي مره كتحلم بان تكون عندها واحد الريحه زوينه خصوصا في المنطقه الحساسه او المنطقه الحميميه. وهاد الوصفات هادو راهم رائعين بامتياز، غديروهم وغترجعوا تشكروني وترحموا لي الوالدين. غير هو شوفوا الفرق ما بين، خاصكم تعرفوا الفرق ما بين الخزامه ديال الوضوء والخزامه ديال التشريب، ها انتم الفرق ما بيناتهم. حاولوا تسكرينيو الصوره وسيروا عند العطار قول لي يعطينا غير الخزامه ديال الوضوء راه كيعرفها، ولا قلتوا لي يعطيوني الخزامه البيضاء ديال التشريب راه غيعطيها ليكم. صافي من بعد ما كنخليه حتى كيدفى كنصفيه، هذا كنصفيه وكنديرو في واحد الكويس وكنشربو ملي كنبغي نعس. اخر حاجه كنديرها تنشربها ملي كان كاع دوك الغازات اللي عندكم في البطن ديالكم اولا في الامعاء ديالكم ما كيبقاوش نهائيا. المهم الغزالات ديالي الوصفه ديال اليوم هي هذه، كديريها مره واحده في الشهر بالنسبه للنساء بعد الدوره الشهريه. ديريها، حاولي انك ملي تسالي منك العاده الشهريه ديريها ليله واحده فقط، صافي راه كتنظف الرحم، غتهني من مشكله الحكه، الرائحه الكريهه، الافرازات البيضاء والصفراء. الوليدات ديالك الا فيهم حرق البول حتى هما ديريها ليهم في ليكوش ديالهم، غتهني من هذا المشكل نهائيا. المهم الغزالات ديالي كنتمنى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفه جديده، وما تبخلوش عليا البنات، بارطاج الفيديو ومع السلامه، وبوسه كبيره ليكم.